ومن أهم الأعراض الجانبية لكثرة استخدام المضادات الحيوية بدون وصفات طبية أو بدون سبب يذكر هي مقاومة المضادات الحيوية، واللي تعتبر من أكبر المخاطر اللي تحيق اليوم بالصحة العالمية والأمن الغذائي والتنمية. ويمكن أن تلحق المقاومة بالمضادات الحيوية ضرر بأي شخص بصرف النظر عن السن وبلد الإقامة. وتحدث مقاومة المضادات الحيوية بشكل طبيعي، ولكن وتيرة عملها تتسرع بفعل إساءة استعمالها عند إعطائها للإنسان والحيوان. بات علاج عدوى الالتهابات المتزايدة العدد من قبيل الالتهاب الرئوي والسل والسيلان أصعب بعد أن أصبحت المضادات الحيوية اللي درجت العادة إلى استعمالها لعلاجها أقل نجاحاً، فتؤدي مقاومة المضادات الحيوية إلى تمديد فترة الرقود بالمستشفى وارتفاع التكاليف الطبية وزيادة معدل الوفيات. المضادات الحيوية هي أدوية تستخدم للوقاية من عدوى الالتهابات البكتيرية وعلاجها، وتحدث مقاومة هاي المضادات الحيوية من يتم استخدامها أو تغيير البكتيريا نفسها استجابة لاستعمال هاي الأدوية، وتبدي البكتيريا وليس الإنسان والحيوان مقاومة للمضادات الحيوية. وقد تسبب للإنسان وللحيوان عدوى التهابات يكون علاجها أصعب من هاي اللي تسببها نظيرتها غير المقاومة للمضادات الحيوية، وتؤدي مقاومة المضادات الحيوية إلى ارتفاع التكاليف الطبية وتمديد فترة الرقود بالمستشفى وزيادة معدل الوفيات، وتمس حاجة العالم إلى تغيير طريقة وصف المضادات الحيوية وحتى طريقة استعمالها. وحتى في حال استحداث أدوية جديدة فإن مقاومة المضادات الحيوية راح تظل تمثل تهديد كلش كبير ما لم يتم تغيير سلوكيات استخدام هاي الأدوية، وهو تغيير يجب أن ينطوي أيضاً على اتخاذ إجراءات تحد من انتشار عدوى الالتهابات بفضل التطعيم وغسل الإيدين وممارسة الجنس على نحو آمن والاعتناء جيداً بنظافة الأغذية.